فلقينا ان ممكن يكون في حل تاني احلمنا فيه اسمه الطاقة الجديدة والمتجددة. مبدئيا انا طالبة من حياتك تشرح لنا يعني ايه طاقة جديدة وايه الفرق بينها بين الجديدة والمتجددة وبعدين نكمل. تمام، اتفضل. هو مصطلح الطاقة الجديدة والمتجددة مصطلح بقاله سنوات كثيرة، يمكن أكثر من 40 سنة. حاليا في مصطلح جديد ابتدى يتداول عالميا، وهو ما يسمى الطاقة البديلة. البديلة. الطاقة البديلة، الطاقة البديلة بتشمل الطاقات المتجددة من المصادر اللي متعرف عليها أنها مصادر متجددة كالمياه والرياح والشمس، بالإضافة ودولة الثلاث مصادر اللي حصل لهم نمو بشكل تجاري، يعني قادرين على أن احنا ننتج كهرباء منهم أو طاقة بصفة عامة منهم بشكل ينافس المصادر التقليدية. وهناك طاقات متجددة أخرى لا زالت في دور النمو وانها لسه ما وصلتش للشكل التجاري، زي طاقة باطن الأرض، الطاقة من المخلفات، أيوة. وغيرها من بعض الأنواع الطاقة المتجددة الأخرى. فده بصفة عامة، ويمكن زي ما حضرتك أشرت في مقدمة البرنامج أن الطاقة المتجددة هي طاقة غير ناضبة، لا تنتهي. لا تنتهي، وده فعلا يجب أن احنا نلجأ لها ونعتمد عليها. هل ممكن يا دكتور نبدأ بالاعتماد عليها ولو جزئيا كبديل الكهرباء؟ أنا أشكر حضرتك أنك حضرتك ذكرتي هذا، لأن هي طاقة متجددة حاليا عشان تكون بشكل تجاري وشكل مفيد للمستخدم النهائي يجب أنها تعمل جنبا إلى جنب مع الطاقات التقليدية. طب ليه هو السخان الشمسي مثلا، معلش حضرتك اسمح لي أنا هتكلم ببساطة أكتر عشان المشاهدين، السخان الشمسي اللي ساكنين في التجمع الخامس، اللي ساكنين في السادس من أكتوبر، الأماكن اللي هي نقول مناخ الصحراوي غالب عليها، هل وجود سخان شمسي ده مش ممكن يكون من دلوقتي بديل للكهرباء؟ السخان الشمسي ده هو بديل أمثل لتسخين المياه، وكويس أن حضرتك ذكرتي هذا، لأن هو ده مش طاقة كهربية، ده طاقة حرارية مباشرة. يعني السخان الشمسي في أبسط صوره أن هو خزان بتتسخن جواه المياه حتى في المواسير. لكن بتكون المشكلة في الشتاء طبعا. المشكلة في الشتاء، ده صحيح، وبالتالي السخانات الشمسية الحديثة بيبقى فيها مكون كهربي، هذا المكون الكهربي بيعمل عندما لا تتوفر هل الشمس. هل حضرتك أسعار السخانات الشمسية في متناول المواطن، هنقول يعني العادي؟ السخانات الشمسية طبعا أغلى من السخانات الكهربية وأغلى من سخانات الغاز، إنما زي ما بقول لحضرتك في صور لها مبسطة جدا، وفي حتى مجموعة من الشباب في بعض القرى المصرية بنوا سخانات ليست بالكفاءة الحرارية العالية، بس هي بس بتدفي المية، بتدفي المية وبتسخن المية، بتسخن المية وفي الفترات الأخرى بنستخدم يا سخان الغازي يا سخان. يعني كلام حياتك معناه إن إحنا ما نقدرش نعتمد في الوقت الحالي 100% على الطاقة البديلة. الطاقة المتجددة، الطاقة المتجددة في صورها المختلفة زي ما قلت لحضرتك، مثلا طاقة المياه نقدر نعتمد عليها بشكل مستمر، لأن الطاقة دي ناتجة من تدفقات مائية من مرتفعات إلى منخفضات، زي ما بيحصل في السد العالي أو في بلاد أخرى زي الدنمارك مثلا ولا حاجة، معظم الطاقة الكهربية بتاعتهم جاية من طاقة المياه. فدي أحد أنواع الطاقات المتجددة المستدامة اللي هي مستمرة. إنما لو جينا لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، أحد خصائصهم إن هم بيتواجدوا لما تتواجد الشمس أو الرياح، فهي طاقة متقطعة. هناك تكنولوجيات حاليا لتخزين الطاقة الشمسية بالذات، إنما لازال
التكلفة بتاعتها عالية وموجودة في بعض البلاد وفي بعض المناطق، إنما هذه التكلفة ما بتخليهاش. طب ليه التكلفة عالية يا دكتور؟ كتكنولوجيا كمكونات بالظبط كده. احنا ما عندناش تصنيع محلي، ده مهم جدا. احنا بنلجأ الى يعني لاجئين الى هذا حاليا. انا معلوماتي وحضرتك صححني لو انا غلطانه، ان كان في تصنيع محلي للسخانات الشمسيه. التصنيع المحلي للسخانات الشمسيه ده كان موجود فعلا. أيوة. وان كان يعني كان قاصر بعض الشيء في عمليات التأفيل الكفاءة الحرارية بتاعتها، أيضا ما كانش برضو في عمليات التركيبات بتاعته وعمليات الصيانة ما كانتش بتتم بطريقة صحيحة، وده أدى إلى أن الناس تأخذ فكرة سلبية عن السخانات الشمسية. ويمكن ده برضو اللي خلى ان احنا نحس ان السعر مرتفع، لان ابتدينا نستورد مكونات هذه السخانات بدل ما نصنعها محليا. فاعتقد ان احنا يجب، وفي محاولات كثيرة من اتحاد الصناعات المصرية، مركز تحديث الصناعة، للدفع بالمصنعين لعمل حاجة بهذا الشكل. لو جينا برضو للتصنيع المحلي بقى لمكونات المحطات الشمسية التي تستخدم لإنتاج الكهرباء، ففي اتفاقيات مبدئية دلوقتي للشراكة مع بعض الشركاء المستثمرين اللي بيشتغلوا في هذا المجال، في مجال تصنيع مثلا الخلايا الشمسية أو المركزات الشمسية، إن يتم تصنيع هذه المكونات في مصر، وبالتالي التكلفة بتاعتها هتبقى أقل من استيرادها. ويمكن في تجربة رائدة قامت بها أكاديمية البحث العلمي خلال العشر سنوات الماضية، مولت مشروع تجريبي لتصنيع المركزات الشمسية اللي هي المرايا اللي بتعكس الشمس. أيوة. وتسخن بيها سائل، إذا كان سائل ده مياه أو زيت، عشان تنتج كهرباء. أيوة. وتمت هذه التجربة بنجاح. أيوة. تمت مع جامعة القاهرة، اشترك فيها أكثر من 30 باحث فيها. أيوة. وهذه التجربة يبقى أن تتحول إلى الشكل التجاري أو التصنيع بقى إلى واقع. إلى واقع. فده بيثبت أن احنا ممكن نصنع هذه المكونات بكل أجهزة التحكم فيها، في الجزء بتاع ما يسمى المجمع الشمسي. أيوة. حتى الآن تحتكره عدد قليل جدا من الشركات، أظن شركتين على مستوى العالم، إنما ما يمنعش إن احنا نستورد هذا الجزء في المرحلة الحالية. دكتور خليني كده راجع التايتل بتاع حضرتك. أيوة. حضرتك المدير التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ده من 16-17 سنة. يعني ايه بقى يا فندم حماية المستهلك بالنسبة لقصة الكهرباء دي؟ أيوة. هو أنشئ هذا الجهاز عندما ابتدينا نقول ان في مصر احنا يعني المواطن المصري تعبان من قله حمايه المستهلك. ما هو فانا يعني جمله حمايه المستهلك دي استوقفتني، لان احنا كمستهلكين نفسنا حد يحمينا. ايوه. تعملوا ايه بقى يا فندم؟ اولا يعني هذا الجهاز انشئ من في عام 2001، وكان الغرض منه ان ابتدى ان القانون في مصر سمح بدخول القطاع الخاص للمنافسة مع القطاع المملوك للدولة لتوفير الخدمة الكهربائية إنتاجا وتوزيعا. هل بالفعل في شركات خاصة في الوقت الحالي؟ في شركات قطاع خاص حاليا، وإن عددها ليس بالقليل. أيوة. يعني بيزيد عن ما بين 25 و30 شركة. يعني ممكن نقدر ناخد منها كهرباء أرخص من الحكومة؟ لحد دلوقتي. أيوة. لحد ده ممكن إذا تم الاتفاق على هذا. يعني لسه الشركات دي ما تعملهاش لونشنج. لا اتعمل لها لونشنج، وبعضها شغال بقاله يمكن أكتر من 14 سنة، إنما على نطاق صغير. يعني كمية المساهمة بتاعتهم في خليط الطاقة الكهربية في مصر محدود جدا، لأنها مشاريع برضو بالمقارنة بالمشاريع اللي
اللي بتقوم بيها الدوله حجمها صغير جدا جدا، وان كان زي ما بقول لسيادتك عددهم كبير. طب حضرتك يعني بتنتظر، يعني حضرتك بتحكي عن الشركات دي، وانا اعتقد ان كتير جدا من مشاهديني لا يعلموا بوجود شركات بديله أيوة. للكهرباء. بتفضل حضرتك بعضها بيمارس عمله داخل القاهره. طيب انا دلوقتي هنقف عند بعضها داخل وخارج القاهره ونطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه، ومشرفنا الدكتور محمد السبكي والطاقه البديله. هستخدم بقى التعبير الجديد، لا جديده ولا متجدده بقى. حضرتك كنا بنتكلم في الفاصل عن اسعار الكهرباء. ايوه. حضرتك بتقول ان مازال الدعم قائم للاقل من 1000 كيلو وات في المنازل بالذات. في المنازل إنما الدعم قائم بالكامل لهم. الدعم هناك دعم، هذا الدعم متدرج من اصغر شريحه 18%، يعني الشخص او الاسره بتدفع فقط 18% من التكلفه، بتصل الى 82% من التكلفه لو استخدامه الشهري 1000 كيلو وات ساعه. يعني لغايه 1000 كيلو وات في الساعه هو الدوله دعماه ودعماه كميه كبيره بنسبه يعني كبيره، يعني بنسبه كبيره 80% هو بيدفع 82% يبقى دعماه 18% 18% بالظبط يا فندم. كويس. وحضرتك كمان اشرت ان المصانع دلوقتي اصبحت بتدفع السعر الحقيقي الحقيقي، التكلفه الحقيقيه، اخذا في الاعتبار ان احنا بنشتري في قطاع الكهرباء الوقود ب 3 دولار للمليون وحده حراريه بريطانيه، يعني وحده القياس اللي بيتم الشراء الوقود بها. فهذا السعر جزئيا يعني الدوله بتتكلف فيه اكتر، فهو دعم من الدوله لقطاع الكهرباء بصفه عامه. يعني ما زالت الدوله حتى مع ارتفاع اسعار الكهرباء ما زالت بتدعم تمام الكهرباء، فواتير الكهرباء. انما الدوله اعلنت برضو في 2014 أيوة. ان احنا هنخرج بره هذا الدعم بشكل تدريجي على أيوة. مدى 5 سنوات حصل. وبعدين لما حصل تغير سعر الصرف من تقريبا سنتين او سنه ونص بدا فعلا نخرج، فالفتره التدريجيه للخروج من الدعم فاضل لنا سنه واحده فيها، 3 سنين بقى يعني 3 سنين لسه، 3 سنين عشان نخرج نهائيا من دعم الكهرباء. بس هناك برضو في حاجه ان تكلفه المنتج اللي هو الكهرباء ده جزء، وتسعيره ده جزء تاني. بيتم تسعيره في مصر بالذات للقطاع المنزلي والقطاع التجاري بشكل تصاعدي. يعني ايه بشكل تصاعدي؟ يعني حضرتك كلما زاد استخدامك للكهرباء كلما زاد متوسط السعر اللي حضرتك بتدفعيه. في مداخله معانا، اتفضلي. المهندس مجدي، اهلا وسهلا يا فندم، مدير شركه طاقه شمسيه، اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا فندم. معاكي مهندس مجدي صاحب شركه ابتكار لتصنيع الخلايا الشمسيه. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طبعا انا برحب بالدكتور السبكي. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي يا فندم. الحقيقه هو عالم من اعلام الطاقه الشمسيه. ايوه. بالاضافه ان هو كان ماسك طبعا رئيس هيئه الطاقه الجديده والمتجدده. مظبوط. وتشرفت بمقابلته شخصيا. ايوه. بدأنا نتناقش في موضوع الطاقة الشمسية وإزاي ننشر المصانع لتصنيع الخلايا الشمسية في مصر. أيوة أيوة. كان عندنا مشكلة كبيرة الحقيقة في الترخيصات، والحمد لله خلصنا من الترخيصات. طب المشكلة فين دلوقتي؟ أكيد في مشكلة طالما حد بتتصل. تمام. المشكلة النهاردة في تقييم 8 كيلو الكيلو وات الخارج من الطاقة الشمسية اللي يباع للدولة. أيوة. عشان تحفز الشعب انه ينتج كهرباء ويبيعها للدولة. أيوة. الحقيقة لغاية النهاردة ما عندناش سعر رسمي من الدولة بتكلفة الكيلو وات من المازوت او الغاز او الحاجات دي بكام بالظبط، عشان نقدر ندخل الطاقة الشمسية المفروض تكون هي أغلى من أغلى شريحة موجودة بالطاقة العادية.
تمام يا باشمهندس، حضرتك تحب ترد عليه؟ اه اتفضل. هيرد على حضرتك الدكتور محمد السوكي. شكرا يا فندم. شكرا يا باشمهندس مجدي. اتفضل يا فندم. شكرا جزيلا يا باشمهندس مجدي. هو حضرتك طبعا تغير اسعار بيع الطاقه الكهربائيه اللي بيتغير دلوقتي كل سنه في اول شهر يوليو من كل عام. وطبعا هو في صعود مستمر، هيبقى محفز اكتر ان المستخدم النهائي يروح للطاقه الشمسيه. يمكن جربنا في مصر ما يسمى تعرفة التغذية الكهربائية للمشاريع صغيرة الحجم والمشاريع كبيرة الحجم. يمكن الباشمهندس مجدي كلام موجه أكتر للمشاريع صغيرة الحجم اللي هي الجدوى المالية بتاعتها لازالت منخفضة. أيوة. والدولة يمكن لما طبقت تعرفة التغذية الكهربائية أو آلية التغذية الكهربائية، الدولة بتقول فيها إن شركات الكهرباء المملوكة للدولة هتشتري الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بسعر ثابت لمدة 20 سنة أو 25 سنة. أيوة. فده بيضمن عائد ثابت لمستخدم الطاقة اللي بينتج كهرباء من الطاقات. أيوة. المتجددة. إنما زي ما بقول الجدوى المالية لها مش عالية قوي، وخصوصا بعد تغير سعر الصرف، فبقت سعر المكونات لشركة زي الباشمهندس مجدي هنا انها بقى سعر المكون بقى غالي. طب الحل ايه يا دكتور؟ هناك آلية تعرفة التغذية الكهربائية دي انتهت. أيوة. في اكتوبر 2016 ده بالقانون، يعني خلاص في مشاريع طبقت من خلالها، وفعلا اللي طبقوها اخذوا يعني باعوا الكهرباء لشركات الكهرباء واخذوا فلوس. زي بقول لحضرتك انما الجدوى الماليه لها مش مرتفعه، انما هناك جدوى بيئيه وسيتم النظر فيها. ما هو حضرتك بقى هناك اليه اخرى ما يسمى اليه صافي الطاقه. يعني النهارده لو انا مركب في المنزل اللي انا فيه او في المحل التجاري او النشاط اللي انا فيه مركب خلايا فوتوفولتية اللي هي الخلايا الشمسية واللي بنسميها الألواح الشمسية، الدولة قالت أنا هاخد منك هذه الكهرباء وهنقصها من استخدامك الشهري للكهرباء. فلو أنا باخد فوق الألف كيلو وات ساعة وطبقا للتعريفة الجديدة. أيوة. يبقى أنا بتحاسب على فكرة أنا جايب لسيادتك الأسعار. أيوة. الجديدة. أسعار جديدة. فأنا يبقى باخد الكيلو وات ساعة بتاعي ب 145 قرش. ايوه. ده لو عديت ال 1000 كيلو وات الاولانيين. لو عديت ال 1000 كيلو وات الكيلو الاولى. فدولت عددهم برضو لا يتجاوز 400,000 مشترك في مصر. يعني دول الدعم هم اللي هم يعني اوريدي بيتمتعوا بالدعم. لا ده اللي بيدفعوا التكلفه الحقيقيه اللي هم فوق ال 1000 كيلو وات ساعه. فده مجرد ما يضخ في الشبكه 1 كيلو وات ساعه هياخذ في المقابل بتاعه 145 قرش. كويس. للكيلو وات ساعه. الباقيين بقى؟ احدد سيادتك يعني لو اذنتي لي اكمل المثال الرقمي ده. فلو هو مثلا مركب 1 كيلو وات، 1 كيلو وات، 1 كيلو وات يعني 1000 وات، ده بنقول يعني بعض اللمبات او. أيوة. اجهزه مش كبيره قوي. بسيطه. ده ينتج في السنه ما يتراوح ما بين 1500 ل 1800 كيلو وات ساعة سنويا. أيوة. يعني في الشهر تقريبا بينتج او بيدخل للشبكة في حدود ال 150 كيلو وات ساعة. كويس. يبقى ال 150 كيلو وات ساعة دولت هيبيعهم للدولة. أيوة. بما يقرب من 220 جنيه تقريبا. كويس. يبقى هيجيله، هو مش هيجيله بقى هذا الدخل. انما ده هينخفض يعني يخفض من الفاتورة الشهري بتاعته، يبقى كأنه التخفيض ده كأنه دخل ليه. أيوة. تصوري بقى سيادتك لو هو يدوبك كان فوق الألف، يدوبك كان فوق الألف. حياتك علشان وقتنا بس قولها لنا بسرعة عشان الناس دلوقتي مهتمية بالأسعار بقى. الدعم ده الوفر اللي هيجيله مش ال 220 جنيه اللي أنا قلت عليهم. هيجيله بالإضافة إلى كده إن هو هينتقل إلى شريحة أقل. أيوة. هيوفر بالاضافه الى هذا ما يقرب من ال 550 جنيه اضافيه تاني شهري. كويس. فهذا الوفر،
هذا الوصف هيؤدي ان التطبيق ده يخلي المشروع ذو جدوى مالية لهذا المشترك، وبالتالي الشركات اللي بتجمع وحدات الخلايا دهيت هتجد إمكانية للتنفيذ. يعني زي ما بقول حضرتك هي مشاريع الجدوى المالية بتاعتها على يعني على الـ على الـ يعني على حد فاصل كده، إنما هذه الآلية الجديدة آلية صافي الطاقة هتمثل دخل لمن يطبقها. تمام. والله دكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقا والمدير التنفيذي المؤسس لجهاز تنظيم مرفق كهرباء وحماية المستهلك، الحوار بتاعنا هنكمله في حلقة قادمة لأن الموضوع كبير وبيهم ناس كتير. شرفتنا يا فندم. شكرا شكرا لسيادتك. إن شاء الله أشوف حضراتكم بكرة الساعة 7:30 في حلقة جديدة. تصبحوا على ألف خير وهنا.